السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة إبداعات مغربية. كنتمنى تكونوا كامل بكم على خير وبخير. اليوم إن شاء الله نحضروا كريب. كنحتاجوا كاس العنبة ديال الحليب، جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، جوج معالق ديال الشوكولاتة المر، عندي هنايا معلقة واحدة ديال السكر، ونص معلقة ديال الملحة، الطحين على حساب الخليط. نزيدو شويه بشويه نطحن بركة. دابا غادي نزيدو الزيت، كنخليوه حتى للاخر. بالنسبة لهذا الخليط غنخوي منه واحد الزلافة. كنخوي منو شوية وكنزيدو عليه داك جوج معالق ديال الشوكولاط المر، وكنخلطو مزيان. صافي كنبداو نخلطو. إلا شتوها قاصحة يمكنكم تزيدو لها شوية الحليب. الخليط اي حاجه عندكم يمكنكم تستعملوها، المهم تكون عندها تقيبه صغيره وكتعملوا هذا الخليط هنايا. انا هنا عندي مقله قطيره ديال الزيت، ما يمكنكم تعملوا الزيت او الزبده، واخا ما تعملوا شي لا زيت لا زبده ما غاديش يتلصق. حيت عندكم مقاطع غالي ما كتلصقش. غنبدأ نحط الكريب. بسم الله. صافي غادي نقلبوها. من بعد ما ساليت الكريب ديالي كامل بالطياب، عندي هنايا شويه ديال الكوفيتير وشويه ديال اللوز مهرمش. نتوما يمكنكم تستعملوا العسل ولا الشوكولاط ولا اللي بغيتو. بسم الله على بركه الله. غادي ندهن الكريب شويه ديال الكوفيتير. نرش عليه شوية ديال اللوز المهرمش. صافي غادي نتنيها على هاد الشكل، وهي الكريب ديالنا واجدة. بعد ما ساليت الكريب ديالي زوقته بشوية ديال اللوز المهرمش. كنتمنى إلى عجبكم تابوناو عندي تعملوا لي جيم، وشكرا.